السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض البلد. أظهرت دراسة متخصصة أن الطبقة الوسطى في المملكة تآكلت وباتت تشكل 29% من إجمالي عدد السكان حتى العام 2010، مقارنة مع ما نسبته 41% في العام 2008. يأتي هذا في الوقت الذي يحقق فيه أفراد هذه الطبقة 34.7% من الدخل، ويستهلكون 37.2% من إجمالي الاستهلاك. وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان الطبقة الوسطى لعام 2010 والتي حصلت جريدة الغد على نسخة منها أن الفئة دون الوسطى التي تشكل الشريحة الأكبر من السكان بنسبة 48.6% تستهلك حوالي 33.8% وتحقق 33.1% من الدخل. الدراسة أوضحت، والتي أنجزتها دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بأن الطبقة الغنية تشكل 8.1% من مجموع الأسر في الأردن، وتستهلك هذه الطبقة 24.7% من إجمالي الاستهلاك وتحقق 25.6% من الدخل. بحسب هذه الدراسة فإن 14.3% من السكان، وهي الفئة الأقل دخلاً، تستهلك 5.9% من مجموع الاستهلاك وتحقق 5.2% من إجمالي الدخل. ذات الدراسة كشفت أن الطبقة الوسطى تشكل أعلى نسبة من السكان في محافظة الكرك وبنسبة 40.7%، بينما تأخرت العاصمة عمان إلى المرتبة الخامسة بنسبة 34.8%. واعتمدت الدراسة على قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل إنفاقاً في العشيرات الثلاثة الأولى، واعتماداً على خط الفقر وهو البالغ 813.7 دينار في العام لعام 2010. كما رؤيا صبرت أراء المواطنين عن رأيهم بالطبقة الوسطى في الأردن ومآلاتها. دخول الجنسيات العربية سوريا والعراق وكذا هي اللي أثرت على البلد، يعني بالنسبة للطبقات الوسطى. بس هو هلا حاليا يا فقير يا غني. الأسباب إنه ممكن إنه ما كان في خطط إنه دخول اللاجئين على البلد، وهذا الإشي يأثر على المواطن نفسه. هلا في عندنا الظروف اللي طرأت على البلد، الوافدين السوريين أحد الأسباب، العراقيين، الليبيين، المشاكل الاقتصادية اللي لا تعد ولا تحصى، ومن هذا القبيل. الطبقة الوسطى انتهت عنا، ما ضل طبقة وسطى، ضل ناس فقراء وناس أغنياء بالبلد عنا. والسبب أنه صارت المعيشة غالية جدا في البلد، والوضع صعب الاقتصادي نتيجة الظروف الإقليمية اللي بتحيط بلدنا. كثرة الأعباء واللي خلينا نقول المصاريف والطلبات اللي دوب هي طلبات شخصية وطلبات خلينا نقول عامة، ما ظل في طبقة وسطى. اللي الغني زاد غنى، والفقير طبعا خلينا نقول اللي هو طبقة الوسطى ساحبه الفقير لعنده، لأنه بطل يقدر يلاحق على كل طلباته. أسباب تآكل الطبقة الوسطى بالأردن سياسة الحكومة وسياسة رئيس الوزراء. يعني ما في يوم بيجي إلا بيرفع الأسعار، فهذا بيعمل فارق بين الطبقة المسحوقة والطبقة البرجوازية. هلا الطبقة البرجوازية صارت ترفع ويزيد مصاريها، والطبقة الفقيرة صارت تنزل لتحت. من هنا فإننا نتساءل الليلة عن الطبقة الوسطى في الأردن، هل حقا تآكلت؟ ولماذا هذه النتائج التي وصلت إليها؟ ما الحلول، وما هو مدى استعادة هذه الطبقة إلى حيزها ودورها الوظيفي في المجتمع؟ النقاش سيكون مع ضيوفنا كل من الدكتور حسين محادين، أستاذ علم الاجتماع في جامعة موتا، والخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، والخبير الاقتصادي والسياسي أستاذ زيان زواني. بعد الفاصل يبدأ النقاش وننتظر تفاعلكم معنا. أرحب بكم أعزائي المشاهدين في مستهل نقاشنا لهذا المساء حول الطبقة الوسطى ومآلاتها في الأردن في ظل الدراسة التي صدرت حول هذه الطبقة وواقعها. أبدأ بالترحيب بالأستاذ زيان زواني، مساء الخير بك. أهلا وسهلا. دكتور حسين محادين، أهلا وسهلا. مساء الخيرات، شكرا لوجودك معنا، جيت من الكرك. يعني كل احترام، شكرا. طيب أهلا وسهلا أستاذ فهمي. أهلا بك. أهلا بك. أبدأ معك دكتور حسين من ناحية منظور علم اجتماع، أنت أستاذ علم اجتماع، مفهوم الطبقة الوسطى في الأردن هل تغير المفهوم؟ هل
خاصة أنه في الكرك طالع أكثر نسبة في الطبقة الوسطى. خلينا نحكي أول شيء شكرا لاختيار هذا العنوان لأنه انطلق خلافيا وما زال خلافي أيضا. نعم. تحديد الطبقة الوسطى في الدراسات العلمية لم يثبت بشكل قاطع كي نقول أن هناك تعريفا إجرائيا للطبقة الوسطى. ببساطة اعتمد المؤشر الرقمي لمداخيل الناس ودرجة تأكلها أو نسبة إشباعهم أو قدرتهم على إشباع حاجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن والأخرها من جهة. من جهة أخرى أي بناء اجتماعي والمجتمع الأردني ينطبق عليه هذا الكلام في تراتبية معينة كأن نقول شريحة عليا وشريحة وسطى وشريحة دنيا من حيث مداخيل ونسبة المشاركة أيضا في الحراك الاجتماعي. بمعنى إذا تحدثنا عن أرقام تآكلت هذا صحيح بعيد منتصف القرن الماضي وبداية دخول الأردن في مشروعات الخصخصة ظهر جليا أن الشريحة الوسطى قد أصبحت مكشوفة لحركة السوق ولنهش السوق الذي هو بلا قلب، خصوصا أن عمليات الخصخصة لم ترافق باقتصاد اجتماعي يحمي الشرائح ويدافع عنها ويجعلها شريكة، وهذا جزء من المأزم الذي تعيشه هذه الشريحة. واحد. اثنين، تخلي الحكومة وبروز القطاع الخاص على العموم بشروطه للعمل، شروطه لتوفير الفرص وارتفاع نسب البطالة والمديونية، وكلها مؤشرات ساهمت في تعرية البناء الاجتماعي الأردني للأسف. وأيضا مشروعات الخصخصة نفسها كم ساهمت في زيادة مساحة الفقر، كم ساهمت في زيادة فرص المبادرة الفردية إن كنا نتحدث عن تولي القطاع الخاص لهذه المهام. والأهم من ذلك كله، هل الشريحة الوسطى، وأنا أسميها الشريحة الوسطى بتعبير أكاديمي أدق باعتقادي، هل هي شريكة في صناعة القرار؟ هل بوسع أبناء هذه الشريحة أن ينتقلوا من مرتبة وظيفية أو اجتماعية إلى مرتبة أعلى؟ هل بوسعهم أن يستمروا بهذا الوضع؟ أم أن الذي جرى في الربيع الأردني كما أسمى جلالة الملك كان مؤشرا على إخفاق السياسات الاقتصادية وتأزم معطيات السوق وهشاشة البناء الاجتماعي في بعض جوانبه جراء القرارات عظيم الاقتصادية المتسارعة باعتقادي وغير المدروسة؟ طيب. بقي أن أقول نقطة أخيرة، أن توجيهات جلالة الملك في تشكيل لجنة لدراسة موضوعات الخصخصة مؤشر مضاف على الآلية التي بيع منها أجزاء كبيرة من المؤسسات الإنتاجية والعملية في المجتمع الأردني. عظيم. أستاذ زيان زوانا، أيضا جلالة الملك ما دمنا نتحدث عن جزء من رؤية له في هذا الموضوع، كان قد حذر أكثر من مرة من غياب الطبقة الوسطى وذوبانها ودعا إلى ضرورة الحفاظ عليها. اليوم يعني هناك سياسات آلت إلى هذه النتيجة باعتقادك، أم هو نمط في المجتمع، أم هو قفزات في الاقتصاد، أم هو عدم تخطيط؟ ما السبب الذي يجعل الطبقة الوسطى اليوم تصل إلى هذه النتيجة؟ شكرا دكتور مهند وشكرا لرؤية. أنا أعتقد أنه في هناك مجموعة أسباب وراء تراجع وتآكل الطبقة الوسطى لصالح زيادتها وأنها بتنزل عند الطبقة الأفقر. مجموعة الأسباب هاي بدايتها وأهمها السياسات الاقتصادية التي اتبعت على مدى 20 سنة الماضية. السياسات الاقتصادية أثبتت فشلها، زادت الضغوط الاقتصادية على المواطن، رفعت من مديونية البلد ومديونية المواطن. في هناك ارتفاع واضح جدا في تكاليف الحياة على المواطن. كل هذه الضغوط، في هناك كمان سوء توزيع مكتسبات التنمية. كل هذه الضغوط اللي نتجت عن السياسات الاقتصادية بضيف إلها سبب رئيسي آخر، وهو تخلي الدولة عن دورها التزاما بمقولة برأسمالية، إنه الدولة دورها منظم فقط، دورها بس ترتب الأوضاع. وهذا ما حصل عنا في الأردن، تراجع دور الدولة، انسحبت الدولة من كثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية، أصبحت الدولة ترفع بالتعليم، ترفع بكلف الحياة، ترفع بالكهرباء، كل هذه كلف الحياة اللي عمالها بترتفع على المواطن، نتيجتها إنه المواطن عمال بيتطلع، نتيجتها البطالة. البطالة لما بترتفع بنقول إنه إحنا عنا الدراسة الأخيرة اللي طلعت من منظمة العمل الدولية إنه عندنا بالشباب نسبة البطالة 30%. هذه كليتها أثارها تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الضغوطات عليها وفشل السياسات الاقتصادية. عظيم. من حيث ما انتهى الأستاذ زيان الأستاذ فهمي، هل ما يحصل هو نتيجة حقيقية لفشل السياسات الاقتصادية
أم أن مفهوم الطبقة الوسطى في الأردن أو إفراز المجتمع على طبقات أصلا لم يكن ناضجا قبل ربما هذه المرحلة الزمنية تحل بها؟ يعني بداية يعني قد أشارك الدكتور فيما يتعلق بتوصيف الطبقات في داخل المجتمع، وعادة يعني في المجتمعات المتقدمة في هناك توصيف أكثر دقة، في طبقة عاملة، في طبقة رأسمالية، في الطبقات الوسطى بتكون يعني محدودة ومتواضعة، وتوصيفها بيكون متحرك غير ثابت، ولذلك يعني هذا يعني صفة عامة في التركيب الاجتماعي في البلدان الرأسمالية. لكن في بلد مثل الأردن، بما أنه الغالبية العظمى من هذه الطبقة يفترض أن يكون أو هي والطبقة الفقيرة، بالتالي يعني يكون في هذا التحرك الدائم، لكن هذا التحرك يعني يفترض أن يكون بالاتجاه الأفضل وليس بالاتجاه الأسوأ، خاصة إذا كان في هناك يعني مشروع تنموي اقتصادي اجتماعي يسعى باتجاه تطوير المجتمع ويسعى باتجاه تحفيز الاقتصاد. أنا يعني أوافق الدكتور زيان حول هذا الموضوع، أنه فعلا في هناك فشل للسياسات الاقتصادية، وبعتقد أنه إحنا يعني إذا بدنا نأخذ محطة نتحدث عنها ننطلق كيف بدأ التراجع، بنقدر نحكي عن ما جرى في 88-89 وانهيار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وأدى هذا إلى انهيار مداخيل الناس بشكل كبير جدا، ومن ثم الإجراءات اللاحقة بعد ذلك من توصية صندوق النقد والبنك الدولي اللي أدت فيما بعد إلى عدم تدخل الدولة من جهة، رفع يد الدولة عن التدخل في التنمية الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى تحرير الأسعار وتحرير الأسواق وتحرير التجارة، تحرير أسواق المال، وترك يعني هذا المجال لهذه الفئات والشرائح المعنية في هذا الموضوع أن تلعب يعني بالساحة بدون رقيب، بدون مقابل، ما تكون في قوى اجتماعية أو قوى سياسية قادرة على ضبط هذه المسألة. لا الطبقة العاملة في بلادنا والنقابات العمالية والمهنية مؤهلة بأن تكون قوة اجتماعية قادرة على أن تحافظ على مصالحها نتيجة يعني تطور تاريخي معين ونتيجة ضعفها اللي جرى في سنوات ما قبل ولاحقا، حتى يعني مش ما قبل الظروف العلنية، حتى لغاية هذه اللحظة يجري التدخل من أجل إضعاف هذه القوى الاجتماعية حتى لا تقوم بدورها، وبالتالي يعني تركت القوى القادرة على التأثير لوحدها تلعب في الميدان، وتركت الفئات الفقيرة والمتوسطة ضحية لهذه السياسات. عظيم، ندرس هذا ربما نتحدث به معك فيما بعد حول موضوع ارتباط هذا بتضخيم الدولة أيضا في معيار الاقتصاد والمشاريع التي وجد الناس نفسهم فيها في مواجهة مع الفقر. في النهاية التنمية لم تأتي بتحول في حياة الناس، التنمية زادت بعض الناس فقرا دكتور سيد محادين في بعض الأقاليم في المجتمع في بعض المحافظات. ليأتي الحديث عن صندوق لتنمية المحافظات فيما بعد، وكأننا كانت المحافظات عالم الريف وعالم القرى ما زال غائب عن تخطيط الحكومات. دكتور سيد محادين، الدراسة تحدد وتقود صفات الطبقة الوسطى بالأردن، لغايات تحديد هذه الطبقة تتبع الدراسة منهجية تعريف الطبقة الوسطى في الأردن بأنها الأفراد الذين يبلغ نصيبهم من الإنفاق السنوي بين 2-4 أضعاف خط الفقر، إذا كان خط الفقر 800 دينار. طيب، هل نحن فعلا مجتمع يفرز نفسه طبقيا على مستوى الاقتصاد أم على مستوى الوجاهة الاجتماعية أم على مستوى الدخول في الدولة والعمل فيها وفي مؤسساتها؟ الناس ربما يرون نتحدث عن مجتمع آخر، بس من حيث الدولة لا تقيم تفصيلا للناس على أساس طبقات. من الواضح دكتور والإخوان أن توصيف الطبقة الوسطى شكل من أشكال المراوغة السياسية في التعريف الذي تفضلت هذا فيه. الدراسة، نعم الدراسة، يعني شو يعني ضعف وأربعة أضعاف؟ إذا كنا نتحدث عن أرقام، ما هو الرقم الحقيقي لمستوى الفقر المدقع والفقر الطبيعي وما شابه ذلك؟ إذا كنا نتحدث في نسب كما تفضلت في المقدمة، لماذا هنا تم استثناء التعريف من هو الفقير في الأردن وما هو مستوى الدخل المعقول الذي يوفر حياة كريمة للمواطن الأردني؟ واضح أن العلم والإحصاء أيضا بدأ التلاعب فيه، وهذا شيء لا يليق في دراسة بهذا الشكل. عندما تتحدث عن ما هي الطبقة الوسطى، ضع لها مؤشرات علمية محددة مقيسة يمكن الركون إليها، لكن أنا لا ألعب في حاجي وألغاز ضعف وضعف وأربع ضعف. شو ضعف وضعف؟ هذا من حيث المبدأ، وهذا يبدو يرتبط فيما بدأته في توصيف ما يسمى بالشريحة. وأنا أعود مرة أخرى لأقول أن ليس لدينا طبقة بالمعنى السائل، لأن صحيح. كلمة الطبقة ترجمت بشكل إلى آخره واستسهلت
استخداماتها دون أن تكون وأخذت شكلا هلاميا صحيح. لا يستند إلى أسس علمية. واحدة من العوامل الرئيسة في تراجع مستوى الشريحة الوسطى هو الفجوة التنموية. من الواضح أن الفجوة التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية فجوة تصل إلى حد الفجيعة، إذ لا يعقل أن محافظة ما تبعد عن العاصمة الحبيبة عمان 150 كيلومتر ويكون فيها كل هذا المنسوب من الفقر وإلى آخره. لا يعقل أن يحتاج مواطن في قرية من قرى هذا الوطن ليتم معاملته أن يضطر أن يأتي إلى عمان. جلالة الملك وجه من 2004 الحكومات المتعاقبة لأن تعمل على اللامركزية الإدارية، ترجمت قبل شهرين أو ما شابه ذلك في نظام ضيق صغير ضمن دائرة من دوائر وزارة الداخلية التي نحترم. عندما نتحدث عن صندوق المحافظات على سبيل المثال، يجب أن يلمس المواطن في الشارع أن هناك تحسنا قبل ظهور هذا الصندوق وبعده في مشاريع، وهذا الذي لم يحصل بعد. قضية أخرى، لا يستقيم الوضع باعتقادي تنمويا، وأنا متخصص في هذا الكلام، إلا إذا عملنا خططا تنموية متسارعة في المحافظات. ومبرري في هذا الطرح أن الحراك المطلبي في كل مناطق المملكة اختلف عما هو الحال عليه في العاصمة. طيب، ولذلك لنكن أكثر صراحة، ضرورة التأكيد على استرجاع أموال المتهربين ضريبيا، هاي مهم جدا. القضية الثانية، إعطاء الفرص بصورة مؤسسية معقولة، ويجب أن يلمس المواطن أن هناك فرقا في معاملته ومنافسته على الوظائف العامة ومشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمديونيات وكل هذه الأشياء اختلف عما كان عليه قبل بضع سنوات كما أسلفت. طيب، شكرا دكتور حسين. أستاذ زيان، يعني إذا أرادنا الفقر يكون مدخلا لنا لمستوى مؤشرات وجود الطبقة الوسطى أو تأكلها وارتفاع حجم الفقر أيضا على العكس من ذلك، الفقر ليس فقط في المحافظات أيضا، يعني سويمة أقرب قرية لمنتجعات البحر الميت وإقليم البحر الميت التنموي، وهي من أكثر القرى فقرا. شرق عمان في قرى فقيرة جدا، الطالب بيطلع من الجامعة الساعة من بيته الساعة 4 لما يصل الجامعة لأنه مواصلات سيئة وخدمات سيئة، وفقر متقع في هذه المناطق. في زيزيا الفقر يلف بها وتلتحف بها وهي جنب المطار. إذن لم تفلح المركز، لم ينفلح في علاج مشاكله، وفي نمط عشوائيات أصبح في عمان شبيه بعشوائيات الموجودة في القاهرة والموجودة في مدن أخرى تشكون منه. طيب، هل الفقر هو المدخل لحل المشكلة، ولا هناك أزمة حقيقية في التخطيط لحياة الناس، وبالتالي تستمر الهجرة إلى عمان وتتأزم القرى وتتفرغ الأرياف والمحافظات الأخرى من طاقة الإنتاجية الشعبية؟ إذا سمحت لي حاب أرجع لمجتمعنا الأردني زمان كيف كان. مجتمعنا الأردني زمان كان مجتمع متجانس مع بعضه في مستوى حياته الاقتصادي، متقارب جدا، والفروقات سهلة جدا وبسيطة جدا. حتى الغني اللي في هناك كان في إدراك لطبيعة هذا المجتمع، ما كانش في هذاك المجتمع الاستهلاك التفاخري اللي بيشعرك بهذه الفجوة الهائلة بين الغني وبين الفقير. فهذا كان مجتمع منسجم مع بعضه. الدولة كان لها دور أساسي، كان لها دور في التعليم، كان لها دور في الصحة، كان لها دور في الخدمات، وهذا الدور كان المواطن عماله بيلمسه. هلأ مشان أرجع لموضوع اللي تفضلت فيه، الفقر هو عبارة عن نتيجة لسياسات اقتصادية تم اتباعها. هذه السياسات الاقتصادية هي التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. هذه السياسات الاقتصادية اللي هي رفعت الضرائب، اللي كان مواطننا بيدفع في البيت عنده، بيته عبارة عن غرفتين نوم وبيدفع عليها فاتورة الكهرباء 20 دينار على سبيل المثال، صار يدفع 27، هذا بالنسبة له عبارة عن زيادة تكاليف الحياة. اتبعها السيارة بالنسبة للمواطن بحالة عدم وجود نظام نقل عام محترم، المواطن أصبح مضطر أن يشتري سيارة ويتدين ويحجز راتبه أو راتب بنته أو راتب زوجته منشان يقدر يروح على شغله. هذه السياسات رهنت مداخيل الناس لخدمات الناس كانت يفترض السياسات الاقتصادية أنها تقدمها للمواطن. التعليم لما إحنا الدراسة الأخيرة اللي طلعت من حوالي 3 أسابيع وبتطلع فيها طبعا مع الاحترام لكل الناس نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وبتعلن النقابة إنها ترفض التعامل مع وزارة التربية والتعليم. هذا مش وصلنا إله، هذا بالضبط، هذا وصلنا إله السياسات الاقتصادية اللي كانت ماشي والتي أعطت المجال والساحة مفتوحة. خرجت منها الدولة بكل أدوارها الاقتصادية والاجتماعية
وتركت الباب مفتوح أمام الناس اللي بدهم يعملوا فيها بدون التحضير. لا حضرت نقل من شان أنا ما اشتريش سيارة إلو سيارة لزوجي وسيارة لبنتي. لا حضرت أنه التعليم أستطيع أنه أنا أروح هناك وأتعلم وأعلم أولادي وأعلم بناتي. لا تركته بحيث أنه التعليم الخاص عم برفع بدون وجود أي ضوابط. تعليم الجامعة الحكومة عم برفع لأنه في حالة نزيف بالميزانية الدولة ما بتقدرش تدعم التعليم الحكومي، والتعليم الخاص الحكومي بحالة ربحية مبسوط عليها وبيحققها ومحدش قايل وين بتروح. وبالتالي الفقر هو نتيجة سياسات اقتصادية أوصلتنا لهذا الحال. الآن أنا حاب أدخل مفهوم بسيط على مفهوم الطبقة الوسطى مع كل الاحترام للي تفضلوا فيه الإخوان وكذلك تعريف الدراسة. الطبقة الوسطى لما بيجوا بيدرسوها في العالم إلها مدخيل وإلها مناهج، ناس بيعتمدوا الدخل، ناس بيعتمدوا القدرة الاستهلاكية، ناس بيعتمدوا حجم الأسرة، ناس بيعتمدوا طبيعة السكن، ناس بيعتمدوا التعليم، ناس بيعتمدوا نوعية التعليم. طيب. إلها مناهج مختلفة. مؤشرات يعني كل هذه المؤشرات عندما كان المجتمع الأردني مجتمع متجانس وكانت السياسات الاقتصادية قادرة أن تحقق وتساعد على هذا التجانس، المجتمع الأردني كان متجانس. طيب. عندما خرجت الدولة عن دورها أصبحنا نرى أن الفقير يزداد فقرا وأن طبقة الوسطى تنسحب إلى الفقر وأن الغنى يزداد غنى. طيب إذن هناك تحول سياسة اقتصادي أدى إلى هذه النتائج. أستاذ فهمي، هناك من يرى أنه من حيث ما انتهى الأستاذ زيان أن انتقال الناس من رعاية الدولة ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص أفرز هذا النمط وهذه النماذج، بمعنى أن الدولة كانت تعطي نوع من الحرية في الاقتصاد ولا تشارك الناس إلا في حدود ضيقة. هذا ما تشيد حتى الدراسات، يعني نزيه الأيوبي يتحدث عنه في تضخيم الدولة العربية كتاب وفصول عن الأردن عامل، وينتقد خصخصة في الأردن فيما تتحدثوا أنتم فيه وانعكاسها على الوضع الاجتماعي. اليوم الناس بشوف أنه كلها بتشتغل في البنوك، كلها بتشتغل في الجامعات الخاصة، في المدرسة ولادهم في المدارس الخاصة، الدولة لم تعد موجودة، في مقابل من يرى أنه الدولة لابد أن تكون موجودة بشكل ما. هل أنت تؤيد هذا الأمر؟ انتقال الناس وتحول الدولة عن مشاريعها العامة إلى مشاريع خاصة ساهم في هذا الفرز؟ الواقع يعني في البلدان النامية عامة وليس في الأردن فقط، إذا لم يكن للدولة دور تنموي من الصعب جدا معالجة القضية التنموية والاقتصادية والاجتماعية. لا يمكن أن يستطيع القطاع الخاص بمفرده بدون أن يكون للدولة دور بأن يعالج القضايا المركزية والأساسية التنموية في داخل الدولة. كما هو معروف أن القطاع الخاص يبحث عن الربح ويبحث عن المشاريع التي تحقق له ربحا أعلى، بيذهب لقطاع العقار، بيذهب لقطاع التجارة، بيذهب لقطاعات تحقق له ربح أعلى. لكن للدولة دور، وأنا ما بقول للدولة دور بمعنى أن تصبح الدولة مالكة لوسائل الإنتاج ومالكة للمصانع ومالكة للمؤسسات، لكن قد تكون شريك استراتيجي فعلا حقيقي، وليس كما يقال عنها شريك بس من أجل أن تضع القوانين والأنظمة، وبغالبها لا تكون هذه القوانين والأنظمة تسهم بتطوير القطاع التنموي. لذلك أن تكون شريك حقيقي. عندنا مشاريع استراتيجية لابد منها. نتحدث عن منطقة الجنوب. الجنوب الأردني مليء بالثروات الوطنية الباطنية، لكن هذه الثروات لم تستخدم، وأكثر منطقة تعاني من الفقر أبناء الجنوب. عندما يجري الإقدام على مشروع استراتيجي تنموي في الجنوب يستغل الثروات الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وبدور للدولة مناصفة أو بنسبة معينة تشارك بها الدولة، تشارك الدولة بإمكانياتها لأنها بتقدم هي الثروة نفسها، تشارك الدولة بما يسمى بدعم دول الخليج أو ما يسمى بصندوق الخليج التنموي للأردن، واللي للأسف الشديد عن تذهب هذه الأموال إلى النفقات ما يسمى بالنفقات الرأسمالية في الموازنة، والتي تذهب في نهاية المطاف إلى نفقات شبيه بالنفقات الجارية، نفقات يعني ليس لها دور في تكوين دخل وليس لها دور في تنمية اقتصادية. لذلك لابد من دور للدولة في هذا المجال، هذا الدور التنموي للدولة، لا أن تصبح مالك لوسائل الإنتاج بمعنى أن تنفرد بهذا، ولا أن تترك رأس المال يعمل بحرية مطلقة بعيدا عن. لنرى المشاريع التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة. مدينة العبدلي
مئات الملايين أنفقنا عليها كدولة، وليس فقط القطاع الخاص، وكدولة أيضا أنفقنا، والفساد وفرخت فساد. ما هي النتائج؟ هل هذه المدينة بتحقق للدولة الأردنية أي مكاسب تنموية؟ ربما مرفق حضري يأتي هذا بناء فوقي، يأتي بعد ما نؤسس للبناء التحتي. علينا أن نبحث عن المصانع، عن المشاريع التنموية الزراعية الصناعية الاجتماعية الأساسية، السياحة، القطاعات التي تولد الدخل، وبعد ذلك هذا المرفق الحيوي يأتي بشكل طبيعي جدا بدون أن يكون في هناك يعني كلف عالية جدا، وبدون أن نقدم لهذا ما يسمى بالمرفق الحيوي، نقدم له تسهيلات ضريبية على حساب المواطن الأردني. السياسة الضريبية التي انتهجت خلال السنوات الأخيرة الماضية أسهمت في إفطار المواطنين. هذه السياسة الضريبية يفترض أن يكون للسياسة الضريبية دور في عملية إعادة توزيع الدخل. طيب. ماذا جرى؟ جرى تخفيض الإيرادات الضريبية من كبار المستثمرين من القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وجرى التركيز على المواطنين بأن توسيع الضريبة، بمعنى توسيع ضريبة المبيعات، وهذا ساهم بشكل كبير جدا بزيادة حالة الإفقار وتخفيض إيرادات المواطنين. وزد على ذلك أن الانخفاض الذي حصل بإيرادات الخزينة نتيجة تخفيض ضريبة الدخل الذي جرى في قانون 2010 الذي أقر في 2009، الانخفاض الذي حصل كيف جرى تعويضه؟ بيجري تعويضه عن طريق القروض. هذه القروض يدفع ثمنها أيضا المواطن من خلال الفوائد التي ارتفعت إلى أكثر من مليار، فوائد المدونية التي وصلت من 20 مليار، فوائدها تجاوزت المليار، وهي على حساب المواطنين. بدل أن تقدم الدولة دعم لبعض الخدمات. طيب أستاذ فهمي، يعني واضح أنه ربط الاقتصاد بانهيار الطبقة الوسطى ودور الدولة، أنتم مجموعين على هذا الموضوع. أيهم يسألنا عبر تويتر، هل الحكومة ملتزمة ببرنامج اجتماعي لتقليل تآكل الطبقة الوسطى؟ السيد العتومي يقول، هل الخصخصة دور حيوي بتقليص الطبقة الوسطى؟ خلينا هذه أسئلة مطروحة من يريد أن يجيب عليها. لكن دكتور حسين محادين، من حيث ما انتهى أيضا الأستاذ فهمي، المجتمع الأردني ليس كبيرا وصغيرا، يعني كل عدد سكان الأردن ما بيجوا حي من أحياء مدينة مليونية مثل القاهرة مثلا. الآن ليس سهلا بأن نحدث تحولا في حياة الناس في المجتمعات البعيدة عن المركز، في سواء في المحافظات أو في العاصمة. وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي هي شريك في هذه الدراسة، لديها مديرية لتعزيز الإنتاجية المجتمعية. نسمع كل يوم افتتاح مصنع صابون، أمس في شرق عمان نسمع مشاريع سياحية في الجنوب، نسمع لكن هذه كلها لم تنجح بحل مشكلة البطالة. لم نرى مصنعا يشغل 10,000 فرصة عمل في الكرك أو في المفرق، وصار في مناطق تنموية لم يكن إلا رواتب عالية لمدراءها ومفوضينها وموظفينها اللي هم من أبناء ذوي النعمة وأبناء ذوي النفوذ في الدولة. ما إنعكاس هذا ومخاوفه على الهيئة الاجتماعية للمجتمع؟ خلينا نحكي، إضافة للظروف الاقتصادية الصعبة اللي تمر فيها هاي الشريحة الوسطى، ولا بد من نكون صريحين ونتحدث عن الإخوان والأشقاء. أنا أفهم الدور العروبي للأردن، وأفهم مجيء الإخوان الأشقاء في الظروف الاستثنائية سواء من سوريين أو غير سوريين، لكني لا أستطيع أن أفهم أن ليس هناك محددات للعمل. يعني حتى جزء من الشريحة الوسطى في الأردن اللي هي المهنة اللي بيشتغلوا في المهن اللي بيشتغلوا في الأعمال العادية أصبحت منافستها بالسعر الأقل وتعرضت أكثر، وبالتالي أيضا بشكل غير مباشر عنوان سامي إنسانيا للأشقاء العرب اللي مروا في ظروف استثنائية، لكنه أيضا انعكس بشكل سلبي جدا على الشريحة التي نتحدث عنها. هاي واحد. اثنين، مفهوم الاستثمار وفتح الاستثمار لكل الناس. المواطن الأردني أيضا يتضرر عندما ينافس شخص ميسور لسبب أو لآخر، وقد يكون من محدثين نعمة في العالم العربي ودول الجوار. هذا المواطن الذي بحقه يعني يقتني بيتا أو سيارة أو ما شابه ذلك أصبح ينافس شقيق أو وافد دون وجود ضوابط ومحددات لهذا الموضوع، وهذا أيضا يرفد قضية إضعاف هذه الشريحة التي أسلفنا الحديث عنها. لابد من القول أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية أيضا، واللي هي ركن أساس من أركان الخصخصة، ليس مفعلا. إذا استثنينا فقط ونسبيا شركة بوتاس العربية في بعض المهام والمواد الإنتاجية التي تقدمها للمجتمع المحلي في الجنوب والوطن بشكل أو بآخر ممكن، لكن أتساءل أين المسؤولية الاجتماعية لشركة الاتصالات؟ هذا القطاع الذي يتغذى على كل شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة ليس له حضور
في المسؤوليات الاجتماعية بحدود ما نعلم. شركات الاتصالات تجبرك على التبرع لمؤسسات وطنية. حتى الأشقاء العرب مش منها. حتى الدور الإقليمي والأمن الإنساني اللي بيقوم في الأردن في توفير جزء معقول من الأمن للإخوة الوافدين. المجتمع الدولي لم يلتزم بأكثر من 20% من التكاليف الحقيقية. مع استدراك حجم الضغط المضاف على المرافق الخدمات، مشكلة المياه وازدحام الطرق وتأكل الشوارع، إذن كل هذه الأشياء واو لا وحتى نمط الجريمة صح. تبدل طيب. لذلك لابد من القول أننا عندما ننظر إلى موضوع الشريحة الوسطى يجب أن ننظر لها بمنظار شمولي، كل قناة تغذي الأخرى وصولا لشيء. السؤال الأهم، هل الذي اتخذ قرار أو جزء من قرارات الخصخصة كانت هذه الشريحة حاضرة في ذهنه؟ هل كان يفكر مستقبل الأيام بعد مرور 10 سنوات؟ إذا افترضنا بدأنا الخصخصة بشكل واضح منذ 90s القرن الماضي بعد انخفاض قيمة الدينار إلى الآن، أين الحضور التنموي للمناطق الأبعد عن العاصمة عمان؟ أين يمكن أن نجد ارتفاع أو ما خطورة وجود ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب من الجنسين في المجتمعات؟ ليس لدينا إحصائية دقيقة رسمية كم نسبة البطالة كي أبني عليها طيب. استراتيجيات. هذه كلها مآزم مضافة يمكن أن تناقش للوضع طيب. حد لحالة التدهور التي تعيش هذه الشريحة. سنطرحها عليك وعلى الضيوف الكرام، لكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين ابقوا معنا نتابعوا. نعود أعزائي المشاهدين لمتابعة هذا النقاش حول الطبقة الوسطى ومساراتها ومآلاتها. دكتور أستاذ زيان زوانة، تحدث الدكتور حسين محادين عن عدة مؤشرات. أنا كنت سألت حول حتى المشاريع الإنتاجية الصغيرة لم تخلق تحول في حياة الناس، والتنمية تزيد الناس فقرا، المصانع الكبرى في هيئات المناطق التنموية ما بنعرف شو سوت في معان، حلت مشكلة البطالة في المفرق في الكرك ما بنعرف في الأغوار، نسبة التعليم في الناس حسب الدراسة كما تقول هم حاصين على شهادة الثانوية فأعلى في الطبقة الوسطى في الدراسة، 17% منهم حاصين على درجة جامعية أولى فأعلى. الأردنيين باعوا كل شيء مشان يعلموا أولادهم، وفي النهاية بيصطدموا أنه بتأخر وصولهم للبطالة بس لا أكثر. إذا سمحت لي، موضوع التعليم عنا في الأردن هو عبارة عن أصبح التعليم تاريخيا عنا في الأردن أصبح نقطة، كان نقطة تميز رائعة جدا عنا في الأردن على كافة المستويات. لسوء الحظ خلال 25 سنة الماضية، وكنا نحن كبلد في الأردن من أوائل البلدان اللي كنا أشركنا القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته في التعليم، صحيح. وكان هذا يمر بحالة نجاح ممتازة. لسوء الحظ خلال آخر 20-25 سنة انقلب التعليم نتيجة زيادة طلب المواطن الأردني على التعليم، لأنه نحن كنا متميزين فيه فاستمرينا بهذا النهج، إلا أنه أصبح فيه هناك حالة تؤدي إلى ارتفاع كلف في التعليم، جودة التعليم في تراجع. التعليم يصنع منتج وهو الطالب، الطالب هذا بيخرج إلى سوق العمل ما عليه طلب. لم يحصل عندنا في التعليم أي تطوير بما يتناسب مع سوق العمل سواء السوق الأردني أو السوق الإقليمي. التخصصات الراكدة كلها هذه عملية التطوير، كلها عملية التطوير، وبالتالي أصبح التعليم عندنا عبارة عن تجارة خاسرة بالنسبة للمواطنين. المواطن عماله بيتحمل عبء كبير جدا في تعليم أبنائه، مع زيادة كلف هذا التعليم، مع خروج هذا البني آدم إلى سوق العمل ترتفع نسبة البطالة بين الشباب إلى 30%. فماذا تتوقع بعد ذلك؟ نقطة أخيرة ثانية كمان، خروج الدولة من سوق التدخل وتخليها عن دورها أدى إلى تغيير منظومة قيم مجتمعية عندنا في البلد كاملة. أصبح عندنا موضوع قيم الإنتاج لم تعد كما كانت في السابق، قيم العمل لم تعد كما كانت في السابق، قيم الإبداع لم تعد كما كانت بالسابق، بذل الجهد، بذل الجهد، التكافل الاجتماعي كله، الاعتمادية، كل هذا الحكي أصبح، كلنا أصبحنا نتيجة هذه السياسات بدنا ناخذ رواتب وإحنا قاعدين في البيت، وبدنا ناخذ بهذه الرواتب ما يؤهلنا إنه نشتري سيارة ونحمل موبايلات 2 بجيبتنا ونعيش أحسن حياة. قيم العمل، منظومة القيم المجتمعية كلها نتيجة هذه السياسة هائلة. تحولات هائلة إلى غير صالح البلد وغير صالح هذه الطبقة. لكن في المقابل الأستاذ فهمي، الدولة الأردنية لم تتوقع دائما كل 10 سنوات ماذا يجري لها من تغير في بنيتها السكانية. عام 90 اللي تفضلت فيه هو 89 بداية انكسار الاقتصادي ودخول برنامج التصحيح، كان عدد سكان الأردن 3.5 مليون. اليوم المقيمين على الأرض الأردنية 12 مليون ربما أكثر. طيب
أيضا المجتمع تضخم، يعني كان في القرية يروح منها واحد أو اثنين على الجامعة، اليوم الكل بروحوا على الجامعة والكل بنتظروا تخرج أولادهم والكل بنتظر عودتهم جالسين عندهم في البيت. نتائج الاجتماعية والسياسية ألا يولد هذا احتقان؟ ألا يولد هذا غياب لشعور العدالة؟ ما مخاطر مثل هذه الدراسة وهذه ونتائجها على المجتمع من نواحي سياسية واجتماعية؟ الواقع يعني اللي بنشهده في هذه الأيام يعني من حالات الاحتقان ومن مظاهر متعددة في داخل المجتمع الأردني هي تعكس يعني حالة القلق وحالة يعني ما في يعني اطمئنان إلى بكرة زي ما بقولوها بالبلدي، يعني ما بطمئن أنا بكرة شو بده يصير معاي. السابق كان يعني المواطن الأردني بيعتقد أنه ابنه عندما يتخرج بالجامعة أمام وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص، الآن ما عنده هذه الفرصة، وبالتالي كما ذكر الأستاذ أنه فعلا يعني ندفع كل ما نملك من أجل أن نعلم أبنائنا لكن ما بنلاقي لهم فرص. هذا صحيح، لكن أنا بدي أرجع مؤشرات خطيرة. أنا بدي أشير إلى مسألة. هل أنت مقتنع فيها المؤشرات؟ الصورة اللي أنت تفضلت وعرضتها من خلال التقرير الواقع على يعني ضخامة هذه وأثرها الفاجع أو الكارثي هذه الصورة، إلا أن الصورة أسوأ مما هو يعلن. ربما اليوم هي أسوأ. نعم. وليس فقط اليوم، حتى أنا بصراحة يعني أنا يعني بقول الأرقام تحتاج إلى إعادة تدقيق. لو عدنا لأرقام 2010 وللدراسات نفسها اللي بتحدث عن 2010، عندما نتحدث عن تقلص الطبقة تراجع أو تآكل الطبقة الوسطى، معنى ذلك اتسعت الطبقة الفقيرة وليست الطبقة الغنية، اتسعت الطبقة الفقيرة، ازدادت فقرا. معنى ذلك أن هذه الطبقة حسب الدراسات تتحدث عن 14.2% الذين يعيشون تحت خط الفقر. 14% في أرقام 2010 بالمناسبة، نفس أرقام اللي بتتحدث عن تآكل الطبقة الوسطى. طيب بالمقابل أمامنا أرقام أخرى بتتحدث أيضا من دائرة الإحصاءات العامة عن إشي آخر غير هذا الكلام. أرقام دائرة الإحصاءات العامة اللي بتحكي عن 813 دينار حد الفقر للفرد في سنويا، لو ترجمنا هذا الرقم على أسرة من 7 أفراد، وهو معروف أن الأسرة الفقيرة بمعدلها حوالي 7 أفراد في الطبقة الوسطى، معنى ذلك أن الدخل تبعها لا يقل، يفترض أن يكون حوالي 500 دينار، يعني دون 500 دينار بعيشوا على خط الفقر. دون 500 دينار نضرب 68 دينار ضرب 7 بيطلع معنا 475 دينار، 68 دينار شهري، 813 على 12 نضرب بعدد الأفراد الأسرة 7 أفراد بيطلع حوالي 475 دينار حد الفقر في حسب أرقام 2010 وليس أرقام اليوم. طيب في دراسة بتتحدث، دراسة من دائرة الإحصاءات العامة بتقول أنه 44.7% من العائلات، وليس من الأفراد، من العائلات يعني من دخل العائلات، 44% من دخل العائلات دخلهم لا يتجاوز 6000 دينار سنوي، يعني 500 دينار. 44% من دخل الأسرة وليس دخل الفرد، يعني ممكن يكون 2 و3 بيشتغلوا في العائلة ولكن مجموع دخل الأسرة 44%، وهو جدول رقم 2/3 توزيع الأسر وأفرادها حسب فئات الدخل رقم 16. هذا الجدول بقول أنه 44% أو 45% من الأسر الأردنية دخلها دون 6000 دينار سنوي، يعني دون 500 دينار. معنى ذلك أن هذه الفئات تعيش تحت خط الفقر، ليس 14%، هذا الرقم بده يقفز عدة مرات حتى يوصل للحقيقة. هذا واحد. اثنين، عندما نتحدث عن انخفاض معدل البطالة، آخر دراسة بتتحدث في الفصل الأول في الربع الأول العام الحالي أن تراجعت البطالة إلى 11.1% في الأردن، عن معدلها في العام الماضي 12.1. والله أنا بدي أفهم يعني على أي قاعدة بتتراجع البطالة؟ يعني المفهوم العام أن عندما يتراجع معدلات النمو الاقتصادي، عندما يتراجع معدلات النمو الاقتصادي تتسع البطالة. طب ما شفنا في تطور في النمو الاقتصادي؟ النمو الاقتصادي يروح مكانه 2.5%، 2.6%، 2.7% من 5 سنوات، من عام 2009 والمعدل النمو الاقتصادي بيروح بهذا المكان. ضف إلى ذلك دخول العمالة السورية التي تسربت إلى الأسواق، معنى ذلك أننا نتحدث عن أرقام وهمية، لا نتحدث عن أرقام. هنا الفاجعة، هنا الكارثة، علينا أن نتعرف على الواقع كما هو قبل أن نتحدث يعني أنت عن كيفية معالجة هذا الواقع. أستاذ سامي تشكك بهذه الأرقام؟ بالتأكيد، وبأرقام من الدائرة نفسها، دائرة الإحصاءات في جوانب منها هي تتناقض مع جوانب أخرى تقدمها. صحيح، معدل عدد الأسر تحت الفقر
ما بيناسب نسبة البطاقة الفقيرة 44%. يعني لما نقول 6000 دينار أسر دخلها 44% بتشكل حجم الأسر في الأردن، وبنقول 14.2% هذول معدل الفئات التي تعيش تحت خط الفقر، هذا رقم يتناقض مع 44%. نتمنى من دائرة الإحصاءات العامة إذا بسمعنا ناس منهم أو من اللي عملوا الدراسة، وهذا هو الجدول المقدم من الدائرة نفسها من دائرة الإحصاءات العامة. هذا الجدول إذا الكاميرا بتقدر تأخذه بنكون ممنونين، وعليه إشارة هذا الخط، هذه المظلل، هذا المظلل هو بيشير إلى الـ 44% الذين 44% من الأسر الأردنية 44% هذا المظلل، المظلل 44% من الأسر الأردنية داخلها دون 6000 دينار من الأسر الأردنية وليس من الفرد. طيب يعني ما الذي يجعلنا نطمئن؟ نعم لنثبت لديها هاي المخرج بيأخذ معنا ال 44% هون المظلل هذا، نعم أنا المظلل بقول 44% أستاذ فهمي من الأسر دخلها 6000 دينار دون 6000 يعني 500 495، نعم يعني إيجار حارس عمارة أو إيجار عامل وطن في أمانة عمان من الجنسيات الأردنية الشقيقة العربية الشقيقة، وهذا الرقم يتساوى مع خط الفقر وهذا يتحدث عنه دراسات 2010. طيب إذا كنا بنكذب في الدراسات يا دكتور حسين، الأصل أنه هاي الدراسة تعطينا خارطة الطريق للمستقبل، أنا كيف بدي أمن على المجتمع؟ المواطن بيدفع كل شيء، بيدفع كهربته، بيدفع الأسعار الزيادة، بيدفع المية، بيدفع يعني لا ينشد رخاء بس بده كرامة في الأردن في ظل حكومات لم تحتفل إلا بالفشل ولم تحفل إلا بسوء التخطيط والدهلة زي الناس. وإذا نفهم الناس ليش تتحمل تعبت الناس يا دكتور حسين. ثمت هناك قاعدة تقول لا تقدم دون تخطيط ولا تخطيط دون إحصاء، وعندما تكون الإحصاءات دقيقة وقائمة على أسس معيارية معلنة لا تستخدم العبارات المطاطة أو الهلامية يمكن أن نركن إليها. علينا أن نعترف في دول العالم الثالث أن الإحصاءات بشكل عام يشوبها كثير من التدخلات السياسية، وبالتالي نحن كأكاديميين عندما نتعامل مع الإحصاءات نبقي هامشاً معينا في التحليل لقراءة مثل هذا الرقم وإن صدرت عن دائرة رسمية، لأن الرقم الأصم يسهل التلاعب فيه ويسهل أن تعدل فيه تقدم وتؤخره، والدليل على ذلك أن الاستخدامات الخاطئة للإحصاء دائما تميل للاستخدام المتوسط الحسابي الذي يضلل في المعايير بين شخص يتقاضى 1000 دينار وشخص 100 دينار ويجمعان معا ويطلع المتوسط تقريبا 550. طيب يعني دكتور حسين عودة للرقم، الرقم من دائرة الإحصاءات العامة واللي أشار لي زودنا فيه الأستاذ ثاني، إذا كانت 44.7% تراكمي، عدد الأسر 8,083,730 أسرة تحت 6000 دينار، 2,621,000. هل 2 مليون هي 14% من نسبة عدد السكان؟ لا طبعا بالتأكيد لا، بدنا يعني قراءة يعني عشان بالمجمل بدون دخول التفاصيل. انت كعالم اجتماع لما مؤسسات محترمة مفروض بتقدم أرقام متضاربة ودراسات عن وزارات محترمة مفروض بتقدم، يجب أن تتسق حتى لو بدهم يكذبوا، لما بيقولوا كذب مصفط أحسن من صحيح مخربط، الناس لا يضحكوا على الناس. كعالم اجتماع ما ما مخاطر هذه على الجريمة على المجتمع على التحولات الاجتماعية اللي اليوم بعد 2010 احنا تعرضنا لزيادة سكانية فيها 3 مليون. دكتور انا اتمنى في ضوء الحكم تفضلت في ان يكون دائرة الإحصاءات التي تعبر عن ذلك. صحيح. نقطة، لاننا نرى الموضوع بعين واحد. وين هذا واحد حساسيات خليني اتحدث. نعم. اذا تكرمت لي عن نقطتين اساسيات لهم علاقة في الشريحة الوسطى وهي ثقافة العمل والإنتاج، ونعترف أن العائلة الأردنية مدة الإعالة لديها للأبناء طويلة. صحيح. أي أن الأبناء لا يحتكون بسوق العمل بتقسيم عمل أولي بدلا من الأسرة مرورا في المدارس واحتكاكا في الشارع، وهذا أيضا يعطي نوعا من الاتكالية. طيب. بالمحصلة القضية الأخيرة التي أرغب في الحديث عنها أن هذا النمط من العمل والتنشئة الاجتماعية اتجاه العمل وقيمه أفرزت لنا كما تشير بعض الدراسات أن الأردني يفضل العمل الذي يتصف بعدد من الصفات الأساسية، أولها الأرقام، وهذا حق الطبيعي المواطن أن يعمل ويتقاضى راتبا شهريا مكافئا لما يبذل. ثانيها ألقاب،
وعلينا أن نعترف أن اللقب أحيانا يتناقض مع الدخل المتقدم. إذا أخذنا أخ من الإخوان الذين يعملون في الميدان ميكانيكي حرفي والآخري دخله تجده أكثر من معلم المدرسة في حين كثير، ومع ذلك يفضل نسبة كبيرة من الأردنيين مع احترامنا لكل المهن أن يذهب إلى مهنة ذات لقب. والقضية الأخرى وجزء من التنشئة هو المؤشر المرتبط بالسلطة. علينا أن نعترف أن الأردن يميل إلى استخدام السلطة حتى ولو في عمله في كينونته في إلى آخره. طيب. ولذلك الألقاب تشغل كل هذه العوامل تقود إلى سؤال مفصلي، هل تفضيلات الأردنيين للعمل سواء الشباب الجامعي وغير الجامعي متكافئة مع ما هو معروض في السوق؟ ما هو يا دكتور ما في فرص في ظل في ظل في ظل منافسة غير متكافئة بوجود عمالة تصل إلى ثمن عمالة وافدة تصل إلى 800 ألف عامل، في حين أن سوق العمل الأردني يمكن أن يولد 200 ألف فرصة بمجمله. طيب. بشكل أو بآخر. طيب. هذا الاختلال هو امتداد لما أسلفنا تحليله كما أرى. يسمح لي أنه نطرح رأي موسى هون بتابعنا، حماية الطبقة الوسطى تكون بقانون ضريبة عصري وتسهيل حصول الناس على قروض ميسرة لإقامة المشاريع الإنتاجية. في بعض المشاريع بتدعمها وزارة التخطيط وبعض دعم الأمريكي ودعم الأوروبي في مؤسسات التنمية الدولية، لكن أستاذ زيان بدي أخذ منك نصيحة للحكومة، نصيحة للدولة الأردنية، كيف يمكن استعادة هذه الطبقة والحفاظ عليها بمنتهى السرعة؟ أستطيع سريع. أن أقول يجب أن تتبلور سياسات اقتصادية جديدة تتبناها الدولة. مواطن كما قلنا يدفع 16% ضريبة مبيعات، العبء الضريبي يصل إلى 26% على المواطن، هذا يمثل ضغط هائل على دخل المواطن وبالتالي على مستوى حياته، وبالتالي ينسحب هذا المواطن من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الأفقر. صح. وبمنتهى السرعة. بالنسبة لموضوع المنشآت الصغيرة وفرصة التمويل، نحن عنا لسوء الحظ في الأردن مع كل الاحترام لمؤسساتنا هناك في حالة احتكار للتمويل، وهذا الاحتكار واقع بيد البنوك. كل المؤسسات الأخرى التي تم إنشائها لم تفلح في عملية كسر هذا الاحتكار. لكن هناك صندوق التنمية والتشغيل بحقق نجاح. هذا صندوق التنمية ومحافظات. صندوق التنمية والتشغيل يحقق نجاح لا يدعم منظومة القيم تاعت العمل. لا صحيح. يدعم منظومة القيم تاعت الإبداع. لا يدعم منظومة القيم اللي نحن بدنا إياها إنه المواطن يتعب على نفسه حتى يستطيع أن يعيش. ما هو كمان أستاذ زيان المجتمع حتى ما نكون كمان ننتقد بس الحكومات لا يتفق ولا يتوافق على أساس مصالحي وعلى أساس اهتمامات مشتركة. بتجدوا نقيب بطالب بوعي نقابي في النقابة وبيخبط الدنيا مشان يحصد نجاح لنقابته، وبرجع عشائري جهوي مناطقي لما بده يعطي الناس وفرز إذا بكون في منطق مسؤولية. صحيح. يعني الناس يفترض بنقابات المعلمين ونقابة المهندسين، هذا مجتمع كله نقابات في الأردن، لكنه لا يتصرف في اليومي من سلوكيات وفي العمل بالوعي هذا. أين الدولة؟ أين الدولة؟ أين الدولة أستاذ سيد الكريم؟ يعني الواقع أنا بدي أقول للدولة فعلا، أنا يعني بقول أنه ما بدي أتحدث مع الحكومة لأن الحكومة هي جزء من الأزمة، هي جزء من حكومات وصلت إلى هذه المرحلة. نحن أولا بحاجة، خلينا ندخل يعني اختصار سريعا ظل معي 30 ثانية. الخطوة الأولى بحاجة إحنا إلى إصلاح سياسي ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية الحقيقية التي تؤدي إلى الشعب مصدر السلطات، هذه خطوة أولى. خطوة ثانية سياسة اقتصادية، نهج اقتصادي جديد بتغيير النهج القائم يؤدي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني، بحيث أن نعطي الاقتصاد الإنتاجي في مقدمة اهتماماتنا والذي يولد الدخل ويولد فرص العمل ويحقق، يعني بحيث أن لا تعتمد الدولة فقط على الإيرادات الضريبية، تعتمد على إيرادات عائدة من ثروات الدولة. شكرا دكتور حسين. بأقل من 10 ثواني ما نصيحة تنصحها حتى نعيد الطبقة؟ نصيحة إعادة الاعتبار للقوانين الرقابة والمتابعة ومعالجة التهرب الضريبي وإعطاء الشباب القاعدة الأوسع فرصة مساهمة أو واضحة في انتقال السلطة من الأجيال من جيل إلى جيل. شكرا. آخر وآخر نقطة ضرورة عمل خطط تنموية متسارعة للمحافظات. شكرا. أن يخطط الناس وربما إشراك الناس في التخطيط. سياسة ضريبية جديدة. صحيح. سياسة ضريبية جديدة ومكافحة الفساد. شكرا أستاذ فهمي. هذه قضية مركزية ينبغي وضعها بكل مكان. إحنا معاك في مكافحة الفساد ومعاك في إشراك الناس بالتخطيط مستقبلهم وتنمية حياتهم. حتى نلتقي أعزائي المشاهدين، هذه التحية والسلام عليكم. أشكر ضيوفي هنا في أمان الله.